لله وكفى وصلاة وسلاما على الحبيب النبي المصطفى. وصل اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021 بفضل من الله تبارك وتعالى إلى مديرية أوقاف التقاهلية عدد 3 طن لحوم سكوب أضاحي، ليصل إجمالي ما تم وصوله لمديرية أوقاف التقاهلية 39 طن لحوم سكوب أضاحي تصل إلى محافظة دمياط الاثنين 13/9 الدفعة السادسة من لحوم سكوك الأضاحي. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم من مقر مديرية أوقاف الجيزة تم وصول الدفعة 12 من لحوم سكوك الأضاحي وقدرها 4 أطنان من اللحوم، وبذلك يصل إجمالي ما وصل إلى مديرية أوقاف الجيزة حتى تاريخه 44 طن حتى تاريخه. هذه هي الدفعة السادسة من لحوم الأضاحي تصل إلى مطروح يوم الاثنين الموافق 6/6 الموافق 13 سبتمبر 2021، حتى يصل بذلك إلى مطروح من مشروع سكوك الأضاحي قرابة 12 طن من لحوم سكوك الأضاحي.